قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور والصلاة على محمد أنارت للقلب نور نور خير الخلق فينا كأمواج البحور. فده معنى كلام الشيخ آداب الفقير المتجرد. الفقير يعني المريد. وتكلم العلماء في الفرق بين الفقير والصوفي، ويا ترى الصوفي أبلغ مقامه أعلى ولا الفقير؟ لكن الفقير هنا لماذا مرتبط بالتصوف؟ والشيخ الهجويري في النهاية قال سواء أطلقوا عليه فقير أو صوفي فكل منه كل منهما يتحدث عن المقام أو عن المعنى الذي تنقطع عنه العبارة، اللي العبارة ما تقدرش تعبر عنه، هو عاوز يعبر عن أبلغ شيء. واحد يقول لك الفقير لأن الفقير هو الفقير إلى الله تعالى، فالفقير ده مقام عالي، أي خرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، خرج من ماله إلى الله عز وجل، خرج من أسبابه إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فإذا مدخل الطريق إلى الله، أساس الطريق هو الفقر لله، الخروج من الحول والقوة إلى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي ده أعلى المقامات. التانيين قالوا لا، الصوفي أعلى، لأن الفقير يعني هو بيجاهد نفسه عشان يفتقر إلى الله، عاوز يحقق الفقر، والفقر وصف العبد والغنى وصف الرب. فهو بينظر إلى نفسه أنه عاوز يكون فقير، أي يجاهد نفسه لكي يكون فقيرا إلى الله. أما الصوفي فمن الصفاء، والصفاء ضد الكدر، فالصفاء هو المعنى الذي ليس لا يخضع لعبارة. فبالتالي التصوف أعلى لأنه من الصفاء. أيا كان الأمر، الشيخ بيقول يعني في العبارات ولا في الرسوم، لكن هو في المعنى، هو أن كل يريد أن يعبر عن المعنى الراقي العالي في معرفة الله عز وجل، سموه فقيرا أو صوفيا. والفقر هو أساس التصوف. الصوفي إن لم يفتقر إلى الله، الصوفي إن لم يخرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، الصوفي إن لم يكن دائما ملجأه هو الله وأنه ليس له سواه، يبقى مش صوفي. اللي هو الروح بتاعة سيدنا إبراهيم الخليل، هو في النار، فسيدنا جبريل بيقول له طب يعني قول لنا نعمل لك حاجة، ضجت الملائكة، نزل جبريل قال منك فلا، طب منه؟ قال علمه بحالي حسبي من سؤال، هو ربنا مش عارف اللي أنا فيه. فده فقير إلى الله. الفقر إلى الله سبحانه وتعالى هو ألا أن تتحقق بأن ليس لك سواه، أدي الفقر. فإذا الفقير المتجرد، الصوفي المتجرد الذي اتخذ التجريد طريقا في سلوكه إلى الله، أربع آداب: الحرمة للأكابر، والرحمة للأصاغر، والإنصاف من نفسه وعدم الانتصار لها. الفقير المتجرد أربع آداب: الحرمة للأكابر يعني للمشايخ، يحفظ حرمتهم، يحفظ غيبتهم، يحفظ حرمتهم بالتأدب بآدابهم،
يحفظ حرمتهم بالتأدب بآدابهم، بالإخلاص في نهجهم، بالعمل على ما رسموه، وإلا يسيء إليهم من حيث لا يدري. يعني لما تيجي تقول إيه ده من تلاميذ مولانا الشيخ عبد الحليم محمود رضي الله عنه، شيخ الأزهر الأسبق، وده المريد ده من تلاميذ الشيخ عبد الحليم محمود، وتشوف سلوكه مخالف لما رسموه شيوخ مثل الشيخ عبد الحليم محمود، أو ده من تلاميذ الشيخ محمد زكي إبراهيم رضي الله عنه، أو ده من تلاميذ مولانا الشيخ صالح الجعفري، أو ده من تلاميذ مولانا الشيخ كذا أو الشيخ كذا، المشايخ العظام مولانا الشيخ سلام العزامي، ده من تلاميذ مولانا الشيخ كذا، وتشوف سلوكه وتصرفاته، هينعكس ذلك على الطريق وعلى الشيخ نفسه، هو ده طريق ولا ده شيخ؟ ولذلك الإساءات والتنكر للتصوف جاء من ماذا؟ من مخالفة المنتمين للتصوف وسلوكهم. فالناس تحكم على الأصل بإيه؟ بالفرع، تحكم على الأصل بالأثر بتاعه. يبقى ظلم وما حفظش حرمة الشيخ. شوف المعنى الدقيق ده بعيد، فما بالك بقى في حضرته. ها؟ يبقى دي من الإساءات البالغة. عشان كده مولانا الشيخ محمد زكي إبراهيم يقول: وشر عدوه أهلوه، على التصوف، وشر عدوه أهلوه مما عشت به العجائب واكتويت، فما بدع التمصوف ناسخات لآيات التصوف فادعهيت. فإذا أداب الفقير المتجرد الحرمة للأكابر، والرحمة للأصاغر اللي ذكرهم، والإنصاف من نفسه. المريد الصحيح عمر ما يلاقي لنفسه حق أبدا. المريد الحقيقي ينتصف، يعني يأخذ الحق من نفسه، ينصف الآخرين من نفسه، يعطيهم الحق من نفسه، ولا يجلي نفسه حق على آخر أبدا. طب إزاي؟ أنت كده بتخالف الشريعة. لا، أولا سيدنا أبو بكر في مرة حد جه لمولانا الشيخ قال له: يا مولانا، يعني حصل كذا كذا واتظلمت. قال له: يا ابني والله إن أردت أن تأخذ بحقك، يعني فما على المؤمنين من سبيل الذين ينتصرون من بعد ظلمهم، يعني لكن يا ابني إن أردت تبقى في مقام سيدنا أبو بكر الصديق، على قدم، يعني على قدم سيدنا أبو بكر الصديق في الصدق لما ظلم في نفسه وفي أهل بيته، في السيدة عائشة بنته الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك، ونزل الوحي يبين أن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ها؟ لكم لا تحسبوه شرا لكم. وأبين أن هذا كان مصطح ابن أثاثة، وكان قريب أبو بكر، كان مسكين، وأبو بكر رضي الله عنه يأويه هو وأبوه وأمه وأهله وينفق عليهم. فلما علم بذلك ونزل الوحي يبين أن هذا الذي أحسن إليه أبو بكر من المساكين من أقاربه هو الذي جاء بالإفك وأساء إلى السيدة عائشة وأحدث فتنة في المسلمين،
فسيدنا أبو بكر قال والله يعني لا أنفق عليهم، يعني شوفوا حال سبيلهم. فنزل قوله تعالى ومن حقه شرعا من حقه، ده هو بينفق تفضلا يعني، وكمان يغلطهم يعني، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولكن هناك أناس هكذا، وما قتل الأحرار مثل العفو عنهم، وإن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فقال فنزل قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين، بس فقط، وأن يعفوا. الله، كمان يعني ما يكفيش ان انا يعني اعطيهم وان يعفوا، الايه ايه؟ وان يصفحوا كمان، يعني يعفوا ويصفحوا يعني يديهم، ويظل ينفق عليهم كما كان ينفق، وبعدين ايه؟ وكمان يعفو عنهم ما يعاقبهمش ولا يؤاخذهم بما فعل كمان، وما حتى كمان ما ينظرهمش نظرة عتاب، وبعدين ايه؟ وان يصفحوا، يعني كمان من قلبه من جوه، ما هو ممكن اعفو عن واحد بس انا من جوايا مش مسامح، يعني مش هنزل عقوبة به، لكن بقلبي انا مش مسامح له، ادي الصفح. العفو لا ينزل به العقوبة، أما الصفح حتى كمان باطنا يصفح، لا يكون هناك أثر للذنب عندي. إيه المقام ده؟ عشان الصديق، فده مقام تاني عالي. فإذا لما عندما لا أنتصف لنفسي بل أنتصف منها للآخرين فده مقام، والمريد المهم أنه يسلك الطريق، طريق الصدق إلى الله، تصوف هو صدق التوجه، ده عاوز يوصل للصدق يبقى يدرب نفسه على ذلك. عشان كده الشيخ جعله إيه؟ من أسس الإيه؟ الطريق. وبعدين أيضا المريد دايما له عينان، عين على الظاهر وعين على الباطن. مش قادر فيبقى ظاهرا يمكن أن يأخذ حقه شرعا زي الشيخ ما قال كده، وما على المؤمنين من سبيل، العاوز ينتصر لنفسه من بعد ظلمه له حق، لكن باطنا كما قلنا عين المريد أو بصره بصيرة، لابد أن ينقلب بصره إلى إيه؟ إلى يبقى بصيرة، ينظر إلى باطنه، يا ترى اللي ضربني وأنا ماشي من غير سبب ده ظاهرا من غير سبب خلاني ماشي وجه لطشتني بالألم، طب ما تدور جواك شوف انت لطشت مين بالألم، مش لازم قلم حسي، انت عملت ايه؟ وغالبا ما يكون الجزاء من صنف العمل، وذنب ناس بتخلصوا ناس زي ما بيقول الناس الطيبين البلدي، وذنب الكل بيخلصه ربنا، دور انت عملت ايه، مفيش حاجة من فراغ. فالمريد دائما يبحث في باطنه ليرى ماذا فعل، فأدي معنى قال ايه؟ الانصاف من نفسه وعدم الانتصار لها، ما تنتصر لهاش. ثم ذكر آدابهم في الكلام فقال، يعني بعد ما خلص أدبهم في المعاملة مع الناس، مع الأكابر ومع الأصاغر ومع الأحداث ومع الأطفال ومع المشايخ ومع العلماء ومع العباد، صنف الناس وتكلم من قبل عن آدابهم في الأوقات وآدابهم في الطعام وآدابهم في السفر وآدابهم في الاجتماع وآدابهم في التعلم، ثم ذكر آدابهم في الكلام، الكلام له أدب،
قال: واجتنبوا ما يؤلم القلوب وابتدروا الواجب والمندوب. أدب الكلام. واجتنبوا ما يؤلم القلوب وسارعوا وبادروا إلى الواجب والمندوب. واجتنبوا ما يوجب ما يؤلم القلوب، وده عام في كل المسلمين، فلا يتكلم مع مسلم بما يوجعه في قلبه وإن كان نصحا. قال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ده مين؟ ده مش مسلم، ده فرعون. المولى عز وجل يأمر سيدنا موسى وهارون: انتوا رايحين لفرعون المتجبر ده، هو الكافر اللي بيقول انا ربكم الاعلى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ما بالك بقى بالمسلم وانت مقطب الجبين كده، مقطب الجبين تحمل غلا على اهل القبلة، ها، مكشر انياب كأنك تبحث عن قاتل ابيك، وتجلس في مقعد الحاكم بأمره. فالوعظ إذن إنما ينفع إذا كان على وجه الملاطفة والسياسة. يعني في ناس تتعمد تقديم الدين بصورة ليس فيها وعظ وإنما فيها تنفير وفيها كراهية وفيها شدة، رغم أن أصل الدعوة تقوم والوعظ يقوم على أساس الملاطفة والسياسة. المولى عز وجل بدأ قرآنه ببسم الله الرحمن الرحيم، رغم أن من أسمائه الجبار والقهار، ولم يقل بسم الله الرحمن القهار. طب يبقى نوزنها، لا ده قال الرحمن والرحيم. فدايما هذه إشارة أن الدعوة والوعظ يكون بالملاطفة ويكون بالسياسة. وكان مولانا الشيخ رضي الله عنه يقول كلام عن سيدنا علي بن أبي طالب، يقول: يا أولاد ثلاث حاجات ما تنسهمش، خليهم حلقة في ودنك: السعادة في الرضا، والسلامة في التسليم، وجبر الخواطر في جبر الخواطر. جبر الخواطر في جبر الخواطر. عاوز ربنا يجبر بخاطرك، اجبر بخاطر غيرك، اجبر بخاطر اللي جاي لك ولو بابتسامة ولو بكلمة، ما تكسفش حد. وجبر الخواطر في جبر الخواطر، لأن جبر القلوب في جبر القلوب، وكسر القلوب في كسر القلوب. تكسر بخاطر حد، هتبص لها ربنا كسر خاطرك وانت مش واخد بالك، لأن ربنا بيعز عليه أن يتكسر خاطر عبد له من عبد تاني، لأن جبر القلوب في جبر القلوب، وكسر القلوب في كسر القلوب. فمن جبر قلب عبد بإدخال السرور عليه أو هداية إليه جبر الله قلبه. وفي ناس سلوكها جبر الخواطر، في مشايخ المنهج بتاعه في الطريق بيجبر خاطر عباد الله كده طول ما هو ماشي، ربنا يفتح عليه، هو ماشي يجبر بخواطر العباد وربنا بيفتح عليه أول بأول. منهج جبر القلوب، منهج جبر الخواطر. ومن كسر قلب عبد بإدخال الحزن عليه أو تنفيره كسر الله قلبه. ومن أراد جبر قلوب عباد الله فليغض عن مساويهم، ما يصدهمش دايما،
هو لا يرجي في معصية، ولكن لا يأس من رحمة، وليسكت عن عيوبهم ويرحم الله القائل. قيل أن هذه الأبيات نسبت للشافعي، والجماعة الدرويش بينشدوا بالإنشاد ده في الذكر: إذا شئت أن تحيا ودينك سالم، وجاهك موفور، وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وإن أبصرت عيناك عيبا فقل لها: أيا عين لا تنظري فللناس أعين. وعاشر بمعروف وجانب من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. يا شغلانة يتعاشر بالمعروف. الناس كانوا زمان متربيين، كانت تربيتهم صوفية، لكن من خلال المستوى الاجتماعي. زمان أهلنا يقول لك يا ابني، يلاقي فيه مشكلة يقول لك يا ابني على إيه؟ يتعاشر بمعروف، يتفارق بإحسان. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة.